تجهيزات نارين بيوتي لحفلة خطوبة شيرو اليوم. شاهدوا المزيد من التفاصيل. تفاعلت عائلة البيوتي بمجموعة من الاستوريات، من بينهم نارين بيوتي اللي تفاعلت على السناب شات كانت عم تجهز حالها لحفلة الخطوبة اللي راح تقام اليوم، وما بنعرف هل راح يكونوا المشاهير متواجدين او راح تكون الخطوبة بس للعيلة. ايضا اخ شهد اسماعيل عويدات قام بنشر الصورة معها لما طلبوا ايدها. اترككم على الاستوريات. هلا لازم نتجهز، التربة عنا على الساعة 7 وهلا الساعة 3، فلازم اعمل ميك اب، روح اعمل شعري والبس، سو ميك اب شعر لبس وبعدين رح نروح. وباي ذا واي شعري غمقته شوي لانه الاشقر بصراحة تعبني كثير 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 بشكل، يعني صار اورانج واصفر وبده نارين عم تبكي.